وهذا دم اخوي. بدلنا الصبح ساعه بالسياره، بدلنا بسبعة ونص طلعنا للمدرسه، قلنا له جيب لنا الشهاده. واحد واحد من عندنا ماخذ سلاح ورموه. سمع اخوانا متظاهرين، قال اطلعوا من المدرسه وجوا ويانا، وانا اخوه كبير عمره 13 سنه بلال المتوسط اول سنه. ايش تحكي يا يلا اللي قل لي ما رميتها يرفع لي راس المارم ابيكم يلا، وقل انا غير ما رميت هذا طلق من بعلم حصص مهمة على اساس. اسكت لا تحكي، عفوا العصا ما لي شغل بالعصا، هذا ولد كان عصا ما لي شغل فيه. قول ما رمينا هذا طلق. 10 ظل شهرين ورجع، وين رجع؟ لبغداد. قطله شهرين واجى شهدنا دجبه، بس هذا جدي شريف حاليا بالبحر، بس هذا جدي شريف يعني بعد ما صوتكم يا ولد في أموركم، في أموركم ورتبت دمج، في أموركم انت جندي يا عمر. شفت الشهيد هذا رتبت دمج لو بالخور الزبير كفل الاتحاديه الموت ل 200 واحد جندي بالاتحاديه، والله بحجه كفل قاطع. طلعنا الصبح روح للمدرسه جيب لنا الشهاده اخونا، هذا طلعكم عادل عبد المهدي ها؟ ارجع يا ولد، ارجع يا ولد.